والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. نحن هنا اليوم بعد إنجاز الاتفاق بين الطرفين لنعلن انتصار المقاومة الفلسطينية. نحن هنا اليوم لنعلن انتصار غزة. نحن هنا اليوم لنعلن أننا انتصرنا على هذه القوة، قوة البطش الإسرائيلية. انتصرنا بفضل الله تعالى أولاً، ثم بصمود شعبنا المعطاء ثانياً، ثم ببسالة المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام ومعه كل الأذرع العسكرية الفلسطينية. اليوم نقف بعد هذه الأيام الطويلة في هذه المعركة التي اعتبرها الاحتلال أطول وأعنف معركة في تاريخه، لنعلن أننا انتصرنا عليه واستطعنا أن ننجز ما عجزت عنه جيوش العرب مجتمعة. اليوم هذا الشعب المحاصر الضعيف انتصر على قوة البطش الإسرائيلية، فعل المستحيل، فعل ما عجزت عنه جيوش العرب مجتمعة. اليوم نساء غزة وأطفال غزة وشيوخ غزة بصمودهم وهذه المقاومة الباسلة تمكنوا جميعا بهذه اللحمة العجيبة والأسطورية أن يسجلوا هذا الانتصار العظيم. نعم، انتصرنا حينما دمرنا هيبة الردع الإسرائيلية، انتصرنا حينما دمرنا أسطورة هذا الجيش الذي قالوا أنه لا يقهر، انتصرنا حينما فرضنا حصارا جويا على مطارات هذا العدو، انتصرنا حينما ضربنا مواقع الاستراتيجية للاحتلال في البحر وفي ديمونة وغيرها، انتصرنا حينما ألجأنا الصهاينة إلى ما تحت الأرض يفرون من ضربات المقاومة، انتصرنا حينما ألجأنا الصهاينة في غلاف غزة أن يهربوا كالخراف أو أقل، بل لأول مرة هم لم يهربوا، بل صدر قرار رسمي بإجلائهم من غلاف غزة. أي عار وأي فضيحة أكثر من هذا؟ إنهم لم يستطيعوا أن يدافعوا عن جمهورهم واضطروا لترحيلهم من هذه البيوت وهذه الأماكن. لماذا؟ بسبب ضربات المقاومة. ولذلك اليوم مهما تبجح نتنياهو، مهما تبجح فلن يفلح في الدفاع عن فشله وهزيمته. واليوم وحتى اللحظة الأخيرة قبل هذا الإعلان، المقاومة تعلن عن قتل جنديين في اللحظات الأخيرة من قبل بدء هذا الاتفاق. نعم، بدأنا بقوة وأنهينا بقوة، ونتنياهو فشل وسيفشل، وقبل قليل أعلن إسرائيلياً مراقب الدولة عن تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات هذا الحرب ليمثل ذلك إعلاناً رسمياً لفشل هذا المحتل. لذلك اليوم نهنئ شعبنا الفلسطيني بهذا الانتصار العظيم، نهنئ أمتنا العربية بهذا الانتصار الكبير، بهذا الانتصار الكبير، ونؤكد أن هذا الانتصار جاء بفعل فضل الله سبحانه وتعالى ثم تضحيات هذا الشعب العظيم. نقول لشعبنا سنبقى إلى جانب شعبنا، نعتز بهذا الشعب الذي قدم لنا كل ما يملك من تضحيات، لم يتخلى عن المقاومة، ونحن لم نتخلى عنه في الميدان، ولن نتخلى عنه بعد انتهاء المعركة. هذا الشعب الذي ضحى ببيوته وأبنائه وأمواله بإذن الله سيجد حماس وقوى المقاومة وكل المكونات السياسية الفلسطينية إلى جانب شعبنا. لن نخذل شعبنا مهما بلغت الأمور، سنبقى إلى جانب شعبنا عرفانا بجميله. نحن كنا حراسا لهذا الشعب في هذه المعركة، وسنبقى خدما له بإذن الله تعالى بعد انتهاء هذه المعركة. أما الإسرائيليين، قلنا لهم خلال هذه المعركة
المستوطنون في غلاف غزة قلنا لهم خلال المعركة لن تعودوا إلا بقرار من حماس وليس نتنياهو. واليوم نقول للإسرائيليين بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ بإمكانكم أن تعودوا إلى بيوتكم بقرار من حماس وليس بقرار من نتنياهو. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. دمروا كل ما يملكون. في كل لحظة ثبت فشلهم. فكانت آخر صور هذا الفشل تدمير الأبراج. عجزوا عن مواجهة المقاومة فكان الاستفراد للمدنيين، ولكن المقاومة ضربتهم في العمق. هذه المقاومة ضربت هذا المحتل في العمق ليثبت فشله تلو الفشل. لذلك اليوم نقول نحن انتصرنا بحمد الله تعالى، وقيمة هذا الإنجاز ليس بفتح معبر هنا أو هناك، ولكن قيمة هذا الإنجاز إنما لأنه يمهد الطريق بإذن الله تعالى في المرحلة المقبلة لتحرير القدس وأرض فلسطين بإذن الله تعالى. هذه القيمة الحقيقية لهذه المعركة. نعم حققنا معظم مطالبنا الآنية من هذه المعركة، ولكن اليوم بتنا أكثر يقيناً أننا أقرب إلى القدس، أقرب إلى أرضنا الفلسطينية. ولذلك المقاومة التي فعلت المستحيل وأذلت هذا المحتل، هذه المقاومة بإذن الله تعالى التي ضربت هذا المحتل في نحل العوز وصورت جنوده وهم يصرخون، هذه المقاومة بإذن الله تعالى في المراحل المقبلة قادرة على أن تمضي إلى القدس بإذن الله تعالى. ولذلك قيمة هذه المعركة علاوة على إنجاز معظم المطالب الفلسطينية إنها تمهد الطريق نحو أرضنا الفلسطينية، نحو القدس بإذن الله تعالى. ولذلك نهنئ شعبنا بهذا الإنجاز العظيم، نهنئ أمتنا بهذا الإنجاز العظيم، نهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز العظيم، ونقدر دور هذه المقاومة، هذه المقاومة الباسلة، هذه المقاومة البطلة، هذه المقاومة التي فعلت المستحيل، هذه المقاومة التي رفعت رأس شعبنا ورفعت رأس الأمة عالياً. هذه المقاومة بإذن الله تعالى اليوم تهتف لها كل الأمة، تهتف لها كل فلسطين بإذن الله تعالى. هذه المقاومة باتت هي التي تقرر الحرب وتقرر السلام بالتعاون مع كل القوى الفلسطينية، ولكن هذه المقاومة باتت هي المستقبل وهي المصير بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم من أيام الله عز وجل، يوم من أيام فلسطين، يوم من أيام غزة المجاهدة، يوم من أيام النصر والتمكين لشعبنا ولمقاومتنا ولأهلنا. أيها الإخوة والأخوات، تحية إلى غزة الصمود، تحية إلى رفح، قلعة الجنوب الصامد، تحية إلى خان يونس، قلعة الثبات والمقاومة والدفاع، تحية إلى النصيرات والبريج والمغازي، تحية إلى غزة بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها. تحية لك يا بيت لاهيا ويا جباليا ويا بيت حنون. تحية إلى الضفة الغربية التي ساندتنا وقفت معنا برجالها ونسائها وشبابها، قدمت الشهداء والجرحى تلو الجرحى وتلو الشهداء انتصارا لغزة ولفلسطين والمقاومة الفلسطينية. تحية إلى أهلنا في القدس، شباب القدس، رجال القدس، رجال الأقصى الذين أربكوا ساحات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المعركة وفي كل جولات الصراع من أجل الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وثوابت شعبنا. تحية لك يا شيخ فلسطين ويا شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح الذي دافع
وما زال واقفا شامخا في الميدان. تحية لك ولكل أهلنا في داخل الخط الأخضر في أرض فلسطين المحتلة في أرض 48. تحية إلى عوائل الشهداء فردا فردا، شخصا شخصا، رجال ونساء وأطفال وفتيات، عوائل الشهداء الذين نشرف بهم ونفتخر بهم اليوم ونعلي بهم وبدمائهم هاماتنا ورؤوسنا هناك في سماء فلسطين وفي سماء غزة. كل التحية إلى عوائل الشهداء، إلى نساء الشهداء، إلى بنات الشهداء، إلى أخوات الشهداء، إلى أبناء الشهداء، إلى بيوت الشهداء. تحية لكم، رفعتم رأس غزة ورفعتم رأس فلسطين ورفعتم رأس القدس ورفعتم رأس المقدسيين ورفعتم رأس الأمة العربية والإسلامية جمعاء. تحية إلى الجرحى، كل باسمه ولقبه، آلاف الجرحى، تحية لكم من أعماق قلوبنا، ليس من حماس فحسب، إنما من كل الشباب والرجال والنساء والأخوات. تحية لكم من أعماق قلوبنا، وأنتم ترقدون على أسرتكم، ترقبون هذا اليوم، ترقبون يوم النصر والتمكين. الانتصار لفلسطين وللقدس وللأقصى ولغزة. تحية إلى أصحاب البيوت المدمرة والمهجرين في كل مكان، في المدارس والمستشفيات في كل مكان في غزة، يشهد لهذا الصبر والثبات. نقول لكم أيها الإخوة والأخوات، أيضا لا يفوتني أن أحيي وسائل الإعلام جميعها، الصحفيين والصحفيات، وسائل الإعلام المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، الذين ما زالون يرفعون كاميراتهم كي تلتقط الحقيقة وترسل الحقيقة إلى كل العالم، إلى كل الكون. أيضا أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتني أن أرسل بالتحية إلى وفد المقاومة، إلى وفد فلسطين، إلى وفد التفاوض، الذين بقوا حتى الآن وحتى هذه الدقيقة موحدين، أقوياء، ثابتين. حاول الاحتلال أن يكسر كلمتهم، وحاول الاحتلال أن يفت من عضدهم، حاول الاحتلال أن يشتت كلمتهم، ولكنهم قالوا بصوت واحد ومسموع وبكل اللغات: نعم للوحدة الوطنية، نعم للموقف الفلسطيني الموحد، نعم للمقاومة، نعم للبندقية المشرعة، دفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، حتى حصلوا على هذا الإنجاز الكبير. كل التحية إلى شعوب الدول العربية والإسلامية الذين دافعوا وما زالون رغم الجراح ورغم الآلام يدافعون عنا وعن قضيتنا. وأخيرا أقول أيها الإخوة والأخوات، وأمام شعبنا، إننا على عهدنا مع غزة، إننا على عهدنا مع الصواريخ، إننا على عهدنا مع البندقية، وسنبقى على عهدنا معكم أيها الجرحى وأيها الشهداء حتى تحرير فلسطين من أجل معركة الأقصى. وأخيرا أقول لكم، إنما جرى ليس نهاية المطاف، إنما جولة من جولات الصراع بإذن الله عز وجل مع العدو الإسرائيلي حتى تحرير شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عضو المكتب السياسي لحركة حماس السيد عزة الرشق، أهلا بك سيد. إذن القيادة الفلسطينية تعلن رسميا وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الساعة 7، وتابعنا وإياك هذه المشاهد التي جاءتنا من قطاع غزة لحالة البهجة التي يعيشها القطاع، تعليقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. غزة تنتصر، فلسطين تنتصر، شعبنا الفلسطيني ينتصر، وأحرار العالم الذين تضامنوا ووقفوا مع شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة القاسية أظن ينتصرون. في البداية أقول الرحمة على أرواح الشهداء الأبرار
الذين رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين على طريق النصر والتحرير وإقامة دولتنا المستقلة إن شاء الله. ونسأل الله أيضا الشفاء العاجل للجرحى، أكثر من شهداء، أكثر من 2000 شهيد، 2100 شهيد، أكثر من 11000 جريح. صحيح. فنسأل الله أيضا الشفاء العاجل للجرحى، وأيضا لشعبنا الفلسطيني الذين دمرت بيوته والآن مئات الألوف منه في مشردين، نقول لهم أن معركتنا القادمة هي معركة احتضان هذا الشعب العظيم الذي صنع هذا النصر العظيم، معركة احتضان الشعب، إيواءه، تضميد جراحه والوقوف إلى جانبه، لأن هذا الشعب هو صاحب الانتصار الحقيقي. فهنيئا لشعبنا الفلسطيني وهنيئا لأمتنا العربية على هذا الإنجاز، وعلى استطاعتنا بعد 51 يوم من حرب قاسية على وقف هذا العدوان. هذا إنجاز لشعبنا الفلسطيني، هذا إنجاز لكل طفل شهيد، أكثر من 500 طفل شهيد في هذه المعركة، هذا إنجاز لكل طفل من أطفالنا شهداء وأطفالنا صامدين، هذا إنجاز لكل امرأة فلسطينية استشهدت أو ما زالت واقفة كالزيتونة المباركة في أرض فلسطين، تلتف وتؤازر المقاومة كما سمعنا في تقريركم. وهو إنجاز لكل أبناء شعبنا الفلسطين صغارا وكبارا، وهو إنجاز كما أيضا لكل الأجنحة المقاومة، لكل المقاومة الفلسطينية، لكل أجنحة المقاومة على رأسها كتائب القسام وسرايا القدس وكل الأجنحة التي وقفت وحدة واحدة في هذه المعركة. ندخل بالتفصيل بالنسبة لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه. سيكون هناك بنود متفق عليها، وسيكون هناك قضايا عالقة سيتم طرحها أو نقاشها بعد شهر من سريان هذا الاتفاق. نعم، نحن خضنا خلال الأسابيع الماضية أيضا معركة مفاوضات قاسية مع العدو الصهيوني. هذا العدو الصهيوني الذي قام بهذا العدوان ودمر المنازل والمساجد والمستشفيات وحتى قوارب الصيد وانتهاها وختمها في تدمير الأبراج السكنية. هذا الاحتلال حاول أن يقوم بعدوانه وأن لا يتحمل أي مسؤولية عن هذا العدوان، وأن لا يلتزم بأي شيء من حقوق الشعب الفلسطيني، حاول أن يتنصل من هذه الحقوق. أقول أننا سواء في جولات الحوار أو في ما تم خلال الساعات الأخيرة، هناك شيء تم إنجازه من مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف العدوان وإنهاء الحصار وفتح المعابر، وأيضا البدء بالإعمار وقضية الإغاثة الإنسانية العاجلة. هل تم الاتفاق على آليات لتنفيذ هذه القضايا؟ منذ لحظة إعلان وقف إطلاق النار يدخل الآن، تبدأ فتح المعابر وتبدأ ترتيبات الإغاثة الإعمار وإدخال المواد المعنية بالإعمار، وكذلك الإغاثة العاجلة لشعبنا الفلسطيني. هذه القضايا التي تم إنجازها والآن أعلن عنها. المعابر حتى مع الجانب المصري؟ المعابر مع الجانب المصري هي الأصل أنها تكون مفتوحة، وأنا أمل أنه إذا كان هناك عقبات أيضا أن تزول تماما. والمعابر مع ما بين قطاع غزة وما بين أرضنا الفلسطينية المحتلة الأصل أن الآن تكون مفتوحة بشكل كامل. لمزيد من الإيضاح حتى المشاهد يعني يفهم، يعني هل ستفتح المعابر بشكل كامل ليل نهار؟ ستكون كما هو الحال بين في المعابر بين الدول، يعني أي دولتين جارتين؟ أول شيء بيننا وبين إسرائيل نحن لسنا دولتين جارتين، إحنا شعب محتل وهذا كيان إسرائيلي يحتل أرضنا، هذا من جانب. من جانب ثاني لا نتوقع أنه الحالة ستكون لشعبنا الفلسطيني ولمعابره وضع طبيعي كباقي دول العالم. هذا يكون عندما ننهي هذا الاحتلال بشكل كامل، ساعتها يكون معابر فلسطين إن شاء الله مفتوحة بشكل كامل، وشعبنا يعيش على أرضه حر وسيد كباقي شعوب العالم. لكن حسب هذا الاتفاق الأصل أن المعابر أن تفتح بشكل طبيعي، أن يكون هناك حرية حركة الأفراد والبضائع ما بين قطاع غزة وأرضنا الفلسطينية المحتلة. وبالنسبة لمعبر رفح هو الأصل، هذا لم يكن جزء من الاتفاق اللي أبرمناه، هذه قضية بيننا وبين مصر، والأصل أنه يكون مفتوح بشكل كامل، وإذا كانت هناك عقبات
نرجو من المسؤولين المصريين أن ينهوا هذه العقبات، لأن شعبنا الفلسطيني بعد هذا الدمار وهذه الحرب الكبيرة والقاسية يحتاج كل مساعدة وكل تخفيف من آلامه. طيب، إعادة إعمار قطاع غزة أيضا من ضمن بنود هذا الاتفاق، يعني الأموال التي ستخصص لإعادة الإعمار كيف ستدخل؟ هل اتفقتم على آليات دخولها؟ من سيتسلمها؟ يعني الرئيس عباس تحدث عن أن الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن إدخال مساعدات لإعادة إعمار القطاع. يعني موضوع إعمار قطاع غزة قضية كبيرة جدا وقضية ضخمة، وهي جزء من معركتنا القادمة لترميم كل ما دمروا هذا الاحتلال. هذه المعركة، معركة الإعمار، تحتاج إلى تعاون كل المجتمع الدولي، تحتاج مساعدة أصدقائنا في العالم، دعم ومساندة الدول العربية والإسلامية وكل أصدقائنا في العالم. وهناك مؤتمر سيعقد لموضوع الإعمار، النرويج هي دعت لهذا المؤتمر، واتفق أن يعقد هذا المؤتمر في القاهرة، كان مفترض أن يكون في بداية شهر 9 ومفروض يتفق على موعده قريبا. قضية الإعمار والمواد المتعلقة في الإعمار، نحن لا نريد من إسرائيل إلا أن تسهل ولا تعيق دخول مواد الإعمار، هذا من جهة. من جهة أخرى، فلسطينيا قضية الإعمار يتولاها هيئة وطنية فلسطينية يتفق عليها فلسطينيا، من الرئيس يصدر فيها الرئيس أبو مازن مرسوم، تتعاون معها الحكومة. هذه قضية فلسطينية ليس فيها مشكلة، ليس هناك خلاف على آلية الإعمار بيننا كفلسطينيين، لكنها هذا مشروع كبير، غالبا هناك هيئة وطنية تشارك فيها كل القوى وكل الاختصاصات من أجل البدء بمعركة الإعمار. إذا ما تطرقنا إلى الدور المصري القطري الأمريكي، كما ورد في كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شكر جهود هذه الدول في هذا الإطار، ما تعليقكم على ذلك؟ يعني احنا بنشكر كل من سعى لوقف هذا العدوان، كل من ساند شعبنا الفلسطيني في وقف هذا العدوان. منذ البداية، منذ الأيام الأولى، كان هناك جهود قطرية تركية، هناك اتصالات أمريكية مع قطر وتركيا لمحاولة يعني وقف هذا العدوان. مصر أيضا بذلت جهود، الرئيس أبو مازن أيضا منذ البداية، لا نتكلم عن أبو مازن باعتبار احنا جزء من البيت الفلسطيني، لكن هذه الدول كلها بذلت جهود. مصر في الأسابيع الماضية رعت مفاوضات شاقة بيننا وبين العدو الصهيوني، ولذلك نحن نشكر كل من ساهم في وقف هذا العدوان، سواء هذه الدول، وهناك دول أخرى أيضا كان لها دور، لها دور سياسي، دور إعلامي، دور شعبي. كل من ساهم في وقف هذا العدوان، كل من ساند شعبنا، كل من وقف إلى جانب شعبنا، نحن نقدم له الشكر. وأنا نوجه الشكر أيضا للشعوب، الشعوب هي أولا وأخيرا من وقفت مع شعبنا. قد يكون حتى الموقف العربي الرسمي كان موقف ضعيف وهزيل ولم يرقى إلى مستوى هذا العدوان، ونحن جدا متأسفون للموقف العربي الرسمي من أول يوم وحتى آخر يوم، لكن الموقف الشعبي العربي والإسلامي وأحرار العالم، من أمريكا اللاتينية إلى 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 آسيا وشرق آسيا إلى أوروبا، هؤلاء أحرار العالم الذين تضامنوا ووقفوا إلى جانب شعبنا، نحن نوجه لهم الشكر. هذا الانتصار هو انتصار لكل أحرار العالم، أحرار العالم الذين نزلوا إلى الشوارع يضغطوا على حكوماتهم ويضغطوا على المجتمع الدولي ويتبنوا ويرفعوا علم فلسطين. هذا هو انتصار لقضية فلسطين، أنها خرجت من بعدها المحلي والإقليمي إلى البعد العالمي والإنساني. نحن انتصرنا كشعب فلسطيني في هذه المعركة، بينما عزلت إسرائيل بشكل كامل في هذه المعركة. طب البعض يتساءل الآن، ماذا بعد هذا الاتفاق؟ أولا نحن تكلمنا أخت ازدهار، تكلمنا عن ما تم الإعلان عنه وما تم التوصل إليه، لكن حقوق ومطالب شعبنا الفلسطيني هي ليست هذه فقط. هناك مطالب لشعبنا الفلسطيني متعلقة بالميناء، متعلقة بالمطار، متعلقة بقضية لوقف وإلغاء العقوبات التي قامت بها إسرائيل بعد 12/6. إسرائيل اعتقلت أعداد كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني، اعتقلت أعضاء من المجلس التشريعي، اعتقلت رئيس المجلس التشريعي، أعادت اعتقال
كل الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار. هذه هي القضية العالقة ربما سيتم نقاشها بعد. هذه قضية عالقة نحن خضنا عليها أختي أزدهار معركة قاسية في المفاوضات التي تمت في القاهرة، وكنا ولا زلنا متمسكون في هذه المطالب، ولكن إسرائيل تحاول أن تتملص، تحاول أن لا تستجيب لمطالبنا. حاولت إسرائيل أن تساومنا مقابل هذه المطالب، مقابل الميناء أن تضع سلاح المقاومة أو أنفاق المقاومة أو القدرات القتالية للمقاومة. رفضنا كوفد فلسطيني واحد وموحد بكل قوة كل محاولة إسرائيل للضغط لانتزاع جملة واحدة تمس سلاح المقاومة، وقلنا أن سلاح المقاومة ليست للمساومة، ومن يحاول أن ينزع سلاحنا سننزع روحه. وبالفعل بدأت هذه المعركة أخذ الزهار وانتهت دون أن يمس سلاح المقاومة. هذا السلاح هو أشرف سلاح في كل المنطقة العربية. الآن هناك اتفاق، ولكن ما الذي يضمن أن تلتزم إسرائيل ببنود هذا الاتفاق على المدى القريب أو حتى البعيد؟ يعني هذه قضية مهمة. المطلوب الحقيقة أولا من الراعي المصري أن يضمن هذا الاتفاق، وكما قال الرئيس أبو مازن أننا نسعى لأن يكون هناك تحالف وائتلاف دولي يضمن هذا الاتفاق. إسرائيل لا تلتزم بالعهود ولا المواثيق، وبالتالي كل أصلا اتفاقاتها أوسلو هو الآن مطبق، أوسلو هي تتنصل من كل اتفاقاتها حتى في مع السلطة الفلسطينية. اتفاقنا في صفقة وفاء الأحرار اللي كان أيضا برعاية مصرية، إسرائيل تنصلت منه عندما اعتقلت إخواننا الأسرى المحررين، ولذلك إسرائيل يجب أن يكون هناك ضغط من المجتمع الدولي، من الأمم المتحدة، من مجلس الأمن، من ائتلاف من الدول تضمن هذا الاتفاق. ابقى معنا سيد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس. سنشاهد وإياك هذه الصور التي ستأتينا من قطاع غزة مباشرة للأجواء الاحتفالية التي يعيشها سكان القطاع ابتهاجا بما يسميه الغزيون انتصار المقاومة الفلسطينية وإعلان وقف إطلاق النار. إذن تعيش غزة في هذه الساعات لحظات ابتهاج كبيرة بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. أعلام فلسطينية، أعلام فصائل المقاومة الفلسطينية ترفع في هذه الأثناء في شوارع قطاع غزة. الجميع يخرج، شباب ونساء، كبار وصغار، جميع مناطق غزة التي عاشت أكثر من 51 يوم يعني أصعب اللحظات في ظل العدوان الإسرائيلي الذي استمر طيلة هذه الفترة. اليوم تتوج المقاومة الفلسطينية هذا ما حصل معها بانتصار كما يقول الفلسطينيين، بالتوصل مع الطرف الإسرائيلي إلى وقف اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة طبعا مصرية وبجهود استثنائية كما نشاهد.
أكثر من منطقة في غزة تعيش هذه اللحظات فرحة عارمة، والهتافات طبعا في شوارع غزة كما نستمع في هذه اللحظات تحيي المقاومة الفلسطينية وتحيي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. نعود مرة أخرى لضيفنا في الاستوديو الأستاذ عزت الرشق، أهلا بك مرة أخرى. إذا ما قارنا بين هذا الاتفاق وبين المبادرة المصرية الأولى، ما هي الفوارق بينهما؟ المبادرة المصرية نحن اعتذرنا عنها في البداية لأنها منذ اللحظة الأولى لا تحقق شيء للشعب الفلسطيني، لا فتح معابر ولا إعمار ولا غيره، وإنما الخلاصة المبنية عليها هي إعلان وقف إطلاق النار ما بين الجانبين والذهاب إلى مفاوضات على كل القضايا. يعني إحنا الآن لا نريد أن ندخل في القضايا هذه، اختلفنا في القصة هذه، اعترضنا عليها في البداية، لكننا قلنا أننا لا نعترض على الدور المصري، ولذلك ذهبنا ومصر رعت هذا الاتفاق، رعت المفاوضات ورعت الاتفاق حتى آخر لحظة. هذا الاتفاق أفضل من المبادرة، لأنه منذ اللحظة الأولى يحقق بالإضافة إلى وقف العدوان، يحقق أيضا فتح المعابر، ويحقق البدء بالإعمار، ويحقق بدء بالإغاثة الإنسانية، ويثبت منذ الآن أن هناك على جدول أعمال المفاوضات القضايا الرئيسية للشعب الفلسطيني، قضية الميناء وقضية المطار وقضية الأسرى وكل الإجراءات العقابية التي تمت في الضفة الغربية. لماذا تم تأجيل التفاوض بخصوص هذه المواضيع لشهر من بعد سريان وقف إطلاق النار؟ يعني أنا قلت أختي الزهار، هذه القضايا بقيت حتى آخر لحظة موضع اختلاف، لم نستطع أن نتفق نحن والعدو الصهيوني عليها. الإسرائيلي ظل يرفض هذه القضايا، وإذا أراد طيب لماذا لا تستمر المفاوضات بهذا الخصوص يعني مباشرة؟ خليني أنا أوضح. الإسرائيلي حاول أنه إذا وضعت هذه بده توضع أنه يضع أمامها قضايا متعلقة في سلاح المقاومة، وهو الأمر الذي كما قلت رفضناه. هذه القضايا هي حقوق للشعب الفلسطيني، حقوق أصيلة. أصلاً كان هناك مطار وكان هناك ميناء، مطار غزة هبط فيه الرئيس كلينتون، مطار الميناء افتتاح إنشاؤه شارك فيه جاك شيراك. إسرائيل هي اللي دمرت المطار ودمرت الميناء، وبالتالي هذه حقوق طبيعية لشعبنا الفلسطيني، لكن إسرائيل حاولت أن تتمنع وترفض يعني الموافقة عليها حتى آخر لحظة. نحن لم نقبل بأي اتفاق، صبرنا، طال العدوان على شعبنا الفلسطيني، ولذلك نحن لجأنا إلى بعض المرونة كوفد فلسطيني، بعض المرونة التي تثبت ما اتفقنا عليه من قضايا كما أشرت، وبقية القضايا التي ظل عليها خلاف وتحتاج إلى المزيد من الوقت وقد يأخذ وقت ليس بالهين، قلنا أن هذه قضايا نثبتها من ناحية المبدأ في جدول الأعمال ويتم التفاوض عليها، لأنه أيضا نحن كقيادة فلسطينية كمسؤولين عن الشعب الفلسطيني، مسؤوليتنا الوطنية ومسؤوليتنا الأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني أن نحاول أن ننجز وقف لهذا العدوان بأسرع وقت. نتنياهو وجيشه اشتغلوا في الأسابيع الماضية بشكل مجنون بهستيريا، هناك تخبط الدمار الذي تم أمس، الأبراج التي أسقطها العدو الصهيوني، كل برج يعني تشريد مئات العائلات، وبالتالي هناك عدو مسعور على المستوى الفلسطيني. الفلسطيني كيف سيكون بعد هذا الاتفاق التنسيق بينكم وبين القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة؟ اولا انا اقول انه نحن كشعب فلسطيني انجزنا اتفاق المصالحه ما قبل هذه المعركه، وذهبنا الى حكومه توافق وطني ايضا ما قبل هذه المعركه.
وإن كان لم تأخذ دورها، لأن التطورات في الضفة الغربية ثم هذه المعركة داهمت الشعب الفلسطيني، لكن بركة الدماء الزكية التي سالت في قطاع غزة، وبركة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني، وبركة هذه المقاومة بكل إبداعاتها في قطاع غزة، هي التي وحدت الشعب الفلسطيني أكثر وأكثر. هذا مشهد الوفد الفلسطيني الواحد الموحد، والذي اشتغل في هذه المعركة كفريق واحد، وفوضنا مع بعض واشتغلنا وواجهنا لحظات قاسية مع بعض، هذا فرزة المقاومة وفرزة الدماء الزكية. يعني الفلسطينيون لا يريدون أن يبقى هذا مشهدا يعني على شاشات التلفاز. نحن نأمل ذلك. نعم أختي الزهارة، إحنا نأمل أن يكون هذا هو نهج وهو الصورة القادمة بشكل كامل. عندنا إحنا مطالب وتطلعات شعبنا الفلسطيني، ليست فقط ميناء ومطار، ليست فقط إعمار وإعمار مدمر الاحتلال وإغاثة وفتح معابر. هذه قضايا إنسانية الأصل أن تكون من أبسط حقوق الإنسان التي تتحقق بدون، لا تحتاج إلى حرب كبيرة هذه حتى تتحقق. نحن كشعب فلسطيني أمامنا معركة حقيقية باتجاه تحرير أرضنا وإقامة دولة مستقلة، معركة دحر الاحتلال، إزالة المستوطنات، إقامة دولتنا الفلسطينية مستقلة. نحن شعب تواق للحرية، هذا الاحتلال آخر الاحتلالات على وجه الأرض، يجب أن يزول. وهذا الشعب العظيم الذي أبدى بناء حسنا في هذه المعركة الصغار وكبار ومقاومته، هذا قادر أن ينجز انتصار لو كان وراءه أمة عربية ودول عربية وحكومات عربية تعطيه بعض الدعم. بعض الدعم كان ننجز إحنا الانتصار. ولذلك إحنا أمامنا كشعب فلسطيني تحديات كبيرة. هناك القدس التي تهود، هناك الاستيطان وغول الاستيطان الذي يسرق وينهب الأرض الفلسطينية. نحتاج أن نكون صفا واحدا لمواجهة هذه التحديات. هذا ما يحتاجه الفلسطينيون فعلا. ولكن اسمح لي أن أغوص مرة أخرى في التفاصيل، في ما يتعلق بالمعابر. من سيسيطر على المعابر في قطاع غزة؟ هل ستبقى تحت سيطرة حركة حماس أم أن قوات الرئيس ستستلم هذه المعابر؟ يعني هذه القضية الآن ليست موضع خلاف، هي قضية تفصيلية، ولكن لا هي تفصيلية مهمة وسأجليها أخت زهار. لكن أنا أقول أن هذه القضية الآن ليست موقع خلاف بيننا وبين الأخ أبو مازن والإخوة في الحكومة الفلسطينية. أولا كما قلت، نحن الآن نعيش في أجواء مصالحة وطنية فلسطينية. نحن أنجزنا حكومة توافق وطني، كلنا كشعب فلسطيني وافقنا عليها، وبالتالي مهام الحكومة يجب أن تستلمها هذه الحكومة. حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة كانت موجودة يوم كان هناك أيضا انقسام فلسطيني فلسطيني، لكن في جو الوحدة الوطنية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية مطلوب منها أن تبسط نفوذها، أن تأتي إلى قطاع غزة. المعابر تسيطر عليها الحكومة وحرس الرئاسة، وكل الذين كانوا موجودين سابقا على زمن حكومة الأخ أبو العبد إسماعيل هنية يشتغلون الآن كفريق واحد مع كل الإخوة الذين سيأتون، سيفرزهم الأخ أبو مازن على المعابر أو على غيرها. نعمل كفريق واحد وكشعب واحد، وبالتالي ليست قضية خلاف. حماس لا تقول أنها ستبقى تسيطر على المعابر بعد أن تركت الحكومة. الحكومة الفلسطينية يجب أن تأخذ دورها، ونحن نرحب فيه. بالعكس، في لقاءاتنا في القاهرة عاتبنا على إخواننا في السلطة، إخواننا في حركة فتح، وقالوا الحكومة أصلا تأخرت بأنها تجي تستلم، إحنا جاهزين. الآن متى ستستلم الحكومة؟ بأي لحظة يكون الإخوة في الحكومة الفلسطينية، الأخ أبو مازن يرسل من يستلم هذه المعابر، في أي لحظة الإخوة جاهزين للتعاون معه وإدارة هذه المعابر من خلال الحكومة الفلسطينية. رسالتكم للشعب الفلسطيني بعد 51 يوم أو أكثر على هذا العدوان والعذابات التي ذاقها جميع الشعب الفلسطيني كان داخل القطاع أو خارج قطاع غزة؟ أولا، هذه المعركة هي محطة من محطات صراعنا مع العدو الصهيوني. أنجزنا فيها، مجرد أننا أوقفنا هذا العدوان، مجرد أن نتنياهو وجيشه وكل ترسانته لم تستطع أن تحقق أهدافه الحقيقية من هذا العدوان، استطاعت المقاومة أن تجعل الإسرائيلي يألم كما يألم الشعب الفلسطيني. عندهم نازحين الآن، عاشوا أيام طويلة 51 يوم في الملاجئ،
حققت المقاومة إنجازات في إبداعاتها وفي حرب الأدمغة وحربها الأمنية والعمليات البطولية خلف خطوط العدو وحرب الأنفاق، إنجازات عظيمة لشعبنا الفلسطيني، وشعبنا الفلسطيني الذي التحم حول هذه المقاومة يستحق منا كل شكر وإكبار. هذا الشعب الفلسطيني، أنا أقول أنه هذه المعركة هي تمهد لما بعدها. أمامنا المعركة الأهم هي معركة التحرير ودحر الاحتلال والاستقلال. هذه معركة أنا أقول أنها باتت قاب قوسين أو أدنى، الشعب الذي ينجز هذا الصمود وهذا الصبر وكل هذه التضحيات والألم والمعاناة والوجع ورغم ذلك يبقى صامدا، هذا شعب جدير بالانتصار وجدير أن يحقق دولة المستقلة وعاصمتها القدس. ونأمل كل دولنا العربية وكذا كل شعوب العالم أن تبقى تدعمنا من أجل نيل حقوقنا. شكرا لك، ولكن ابقى معنا السيد عزت الرشق. ننتقل إلى غزة مرة أخرى. هذه الصور للجماهير الغزية تخرج فرحا باتفاق وقف إطلاق النار بانتصار المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها التي تصدت للعدوان الإسرائيلي لأكثر من 51 يوم في حرب كانت قاسية على قطاع غزة. إذن كانت هذه الصور التي تأتينا مباشرة من قطاع غزة. حول نفس الموضوع معنا القيادي عزة الرشق، ما الذي حققته المقاومة؟ هل يمكن أن نتحدث فعليا عن انتصار؟ يعني بالتأكيد ما حصل هو انتصار. إذا كان المقصود هو انتصار أننا نقضي على إسرائيل بالضربة القاضية، ما حققنا. لا، إسرائيل موجودة للأسف الشديد، ولكن ما حققناه هو انتصار حقيقي، لأنه فشل نتنياهو بتحقيق كل أهدافه تجاه المقاومة الفلسطينية. هو رفع شعار أنه يريد أن يوقف الصواريخ، يوقف المقاومة، وعندما عجز حاول يقول أنه أنا أريد أن أوقف الأنفاق. حتى هذه الأنفاق لم يحققها. يا أخت الزهار، كان هناك معركة شرسة في غرف المفاوضات في القاهرة على قضية الأنفاق. يريد الصهيوني أن يضع جملة حتى يخرج فيها نتنياهو إلى شعبه يقول أنا حققت انتصار في موضوع الأنفاق من خلال منع الأنفاق الهجومية باتجاه الأراضي المحتلة. يعني ربما المشاهد يريد أن يعرف ماذا دار في الغرف المغلقة. هذا رفضناه بكل قوة. أشكرك، أبقى معنا، سنتابع مرة أخرى صور جديدة تأتينا من قطاع غزة المنتصر.
إذن أخبار الساعة.